احنا اليوم انا تذكرت حزورها، كانوا يحزرونها لنا اهلنا من كنا صغار، فحبيت احزرها اليوم لهذا الولد الحلو اللي ويانا مصطفى. فاردى اساله سؤال حزوره راح احزرك. محمد وبنته وعلي ومرته، كم واحد؟ اربعه. عدل ياها، نطي محاوله ثانيه. محمد وبنته وعلي ومرته ثلاثه. شلون ثلاثة؟ شلون عرفتهم ثلاثة؟ نبي محمد اي وجدي بنته. بنته منو بنته؟ منو بنت النبي محمد؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. والإمام علي منو زوجته؟ بس واقفة والله نسيته. خربطنا، شوف خربطنا. هم منو ثلاثة؟ النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبنته منو؟ فاطمة الزهراء. ومنو وعلي زوجها؟ علي. وزوجته ومرته؟ زوجته فاطمة الزهراء. فصاروا ثلاثة. هذه خليه ينقلها الحزورة الأصدقاء بالمدرسة. خلينا نسأل ماما. بابا يساعدها بالبيت؟ أم عباس يساعدك؟ اي نعم يساعدني بالمطبخ. هواي يساعدني. زين، من يشوفك مخبوصة لو هو يبادر من وحده؟ لا هو دائما وياي بالمطبخ. هو يقول لي على كيفك، يعني لا تستعجلي، ماكو داعي للاستعجال. فيساعدني بشغلات هواية، مرات بالطبخ، مرات مثلا إدارة البيت. مثلا عندي فد أكل على النار وأنا أريد أروح أصلي أو أسوي في الشغلة، عافية بس دير بالك علي.